مآسي ولايتنا كيرلا. مستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماذا حدث في ولايتنا كيرلا التي وهي يعرف بلاد الإله؟ يقول الشاعر المشهور السيد عبد القادر فاروقي وركاد عن التي جرت في ولايتنا كيرلا: اسمعوا وتفكروا. مناظير حزن ولايتنا عيانا كساحات حرب هنا، مغاني المنازل قد حولت جحيما، نعذب من أرضنا تصد الغمام على قومنا، بحور المياه لنا معلنا، نرى من سدود بتياره قرى والمدائن أهوالنا، فيأوى الألوف مساجدنا، صوامي هيكل مدارسنا، بجوع وعطش ليال لنا، وسهرا بخوف حياة لنا، فقير كصياد أسماكهم، غني بإنقاذ أهل الغنى، فيجعل ظهرا لخطباتهم لظهر القواريب ذا آمنا، هوى عالي شان أمسي كمن يصير فقيرا دنا بالظنا، بطغيان ماء وداع لهم، بيوتا ومالا بمنظارنا، وسيل العواريم يدرينا أمورا عديدا تعلمنا، مطار بكوش غدا مرفا، زواري ماء على موقنا، فليس الفقير ذليلا لدى إله البريات في كوننا، فغالب أمر هو الخالق وعليم غيب وأعمالنا، قضاء من الله قد أنزل، المياه نكالا لعبرتنا، أولو الفكر يجري بتذكيرة، بتقوى يعيش هنا لينا، نجود عليهم بأموالنا، ونفس بطائل أعمارنا، فعول 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 فعول.